اهلا وسهلا فيكم طلابنا مره ثانيه بنرحب فيكم في الحصه الثانيه للتاسيس اللي بتراجع لنا ابسط الامور حتى نصل الى قمه المعلومات اللي احنا بحاجه إليها. اليوم راح نتكلم عن الاسس وقوانين الاسس، قوانين الاسس. تكلمنا المره الماضيه عن العمليات على الاعداد. جامعة طرح الضرب بالاضافه الى الكسور جمعها طرحها، ضربها بالاضافه الى خلينا نشوف الان الان نتكلم عن قوانين الاسس الاسس هذه قوانين بالنسبه لنا مشهوره وانا متوق... متاكد انه كلها مرت عليكم بس احنا بدنا نذكركم فيها اي عدد مرفوع للقوه صفر دائما قيمته واحد طبعا الا الصفر اي عدد مرفوع للقوه صفر قيمته واحد اي عدد مرفوع للقوه واحد بيساوي نفس العدد اي كان يحكوا لنا اياها زمان تذكروها الاسس في حاله الضرب تجمع بس بشرط تساوى الاساسات الاسس في حاله القسمه تطرح الاسس المرفوعه تضرب واذا حركنا اي شيء من المقام لعند البسط بنغير اشاره الاس او الاس السالب اصلا هو مقدار كان موجود في المقام لبسط هو اذا ما كان موجود يعتبر بسط واحد الان كثير طلاب بتغلبوا سالب واحد قوة اه اثنين سالب واحد قوة ثلاثة شو بتساوي لما انا بدي انفذ عملية زي هاي مثلا سالب واحد قوة اربعة شو بتساوي وسالب واحد قوة ثلاثة شو بتساوي الان القاعدة واضحة لما يكون الاس زوجي الجواب واحد لما يكون الاس فردي الجواب سالب واحد أي أن الأس الفردي بيحافظ على الإشارة الأس الزوجي بيلغي الإشارة طيب تمام خلينا نشوف الآن أمثلة على هاي الأشياء عندنا بقول له جد قيمة ما يلي طبعا في ناس شايفين الأشياء سهلة بس ماشي احنا يعني اتفقنا ماشيين بالتدريج حتى نوصل القمة يا سيدي تذكرها اشياء بدك تكون عارفها ثلاثه قوه صفر ثلاثه قوه صفر اي عدد مرفوع للقوه صفر بيساوي واحد خمسه قوه واحد يبقى زي ما هو ثلاثه قوه اربعه ديروا بالكم مش معناها ثلاثه باربعه ثلاثه قوه اربعه معناها ثلاثه في ثلاثه في ثلاثه في ثلاثه اربع مرات واللي راح تساوي عنا ايش واحد وثمانين اثنين قوة ثلاثة في خمسة قوة اثنين في طلاب راح يتخربطوا فيها بقول لك الأسس في حالة الضرب تجمع فبالتالي بدي يضرب اثنين والخمسة ويجمع لا ديروا بالكم هذاك شرط أن تكون الأساسات متساوية اثنين أس ثلاثة بدي يحسبها لحال هاي شو بتساوي اثنين أس ثلاثة اللي عبارة عن اثنين في اثنين في اثنين اللي بتساوي عندنا ثمانية وخمسة أس اثنين اللي هي خمسة وعشرين وثمانية في خمسة وعشرين اللي بنوجد الناتج بطلع ما بيساوي ميتين طبعا إن شاء الله راح يكون معكم في الامتحان أنتوا آلة حاسبة فسهل جدا تحسب الأرقام الكبيرة هاي طيب نشوف المسألة بعدها ثلاثة تربيع في ثلاثة تكيب الآن في هذه الحالة ثلاثة تربيع هي ثلاثة اللي هي عبارة عن تسعة. ثلاثة تكييف اللي هي سبعة وعشرين. تسعة في سبعة وعشرين اللي ممكن احنا نضربهم في بعض اللي هي مية وثمانين وسبعة وميتين وثلاثة وأربعين. ميتين وثلاثة وأربعين راح يكون عندنا الناتج. سبعة أس خمسة على 7 أس أربعة واحد بيقول لي والله يا أستاذ أنا هنا طبعا في طريقة ثانية قبل ما نيجي لهذه المسألة ممكن والله أنا يا أستاذ أني أحسبها بطريقة ثانية بدل ما أحسب كل واحدة فيهم أقول لك هنا آه نقدر نقول الأسس في حالة الضرب تجمع اللي هي ثلاثة أس اثنين زائد ثلاثة واللي هي ثلاثة أس خمسة وتضرب الثلاثة في نفسها خمس مرات اللي بتطلع مئتين وثلاثة أو أربعين هذا هو الناتج 243 7 اس 5 على 7 اس 4 الاسس في حاله القسمه تطرح طبعا 7 قوه 5 صعب اني اجيبها بدها اله حاسبه فالافضل اني اكتبها 7 اس 5 ناقص 4 واللي راح تساوي عندي 7 قوه 1 والناتج بيساوي 7 طيب شوف اللي بعدها 2 قوه سالب 3 2 قوه سالب 3 الاس السالب دير بالك هو اصلا وين موجود في المقام؟ هي 2 او 3 نفس المقدار بحركه من البسط للمقام بس بغير اشاره الاس الى موجب الى موجب 3 و2 اس 3 بامكاننا نحسبها اللي هي بتساوي 8 ف2 قوه سالب 3 بتساوي 1 على 8، ودير بالك كمان لو كان السالب في المقام بنرفعه للبسط، اذا برفع هذا لفوق فبصير عندي هاي 1 في ثلاثة قوة اثنين ثلاثة تربيع اللي هي كم بتساوي عنا تسعة هاي راح تساوي تسعة طيب خلينا نشوف المسألة ثانية سالب واحد قوة عشرة آه سالب واحد قلنا جوابه هذا دائما يا واحد يا سالب واحد حسب الأس إذا كان زوجي الجواب واحد وإذا كان فردي الجواب سالب واحد فهذا الجواب عندي هنا راح يكون واحد أه سالب واحد قوة 17 الأس فردي شو راح يكون الناتج عندنا بيساوي سالب واحد لحظة أفكار بسيطة أنا متأكد أنها مرت معكم بس بتلزمنا كثير في مادتنا لأنه مش مش مستاهلة العملية أنه نغلط بأشياء بسيطة زي تتوزع الأسس دائما ديروا بالكم من أهم خصائص الأسس وأهم قوانين الأسس أن الأسس توزع على عمليات الضرب والقسمة يعني كيف تتوزع؟ يعني لو كان عندي اكس ضرب واي اكس ضرب واي مضروبين في بعض بهذا الشكل بنوزع الاكس الاس على الاكس وعلى الواي يعني بصير اكس قوه ان ضرب واي قوه ان وبرضه على القسمه الاكس قوه ان والواي قوه ان بصير اكس قوه ان على واي قوه ان خلينا نستخدم هذه الخاصيه على يعني شوف شو بتفيدنا هون اكس واي تكيك هاي يا استاذ اصلا هي عباره عن اكس تكعيب هاي عباره عن اكس تكعيب في واي تكعيب 2 في اكس قوه 4 2 قوه 4 في اكس قوه 4 طبعا 2 قوه 4 بقدر احسبها 2 مضروبه في نفسها 4 مرات اللي بتساوي 16 في اكس قوه 4 ثلاثة في إكس تربيع آه هاي مسألة كثير مهمة طلاب بتخربطوا فيها بس أنا متأكد إنكو آه بس هي أول مرة تعطينا ثلاثة أس ثلاثة في إكس تربيع قوة ثلاثة ثلاثة أس ثلاثة اللي بتساوي سبعة وعشرين إكس تربيع قوة ثلاثة الأسس المرفوعة تضرب بس إكس قوة ستة وهذا أبسط شكل لهذا الجواب لان خمسة على اكس الكل تربيع برضو الاس بتوزع القسمة بصير هاي خمسة تربيع على اكس تربيع خمسة تربيع بتساوي خمسة وعشرين اكس تربيع بظلها اكس تربيع زي ما هي لانه احنا ما بنعرف قيمة المتغير اكس نفس الفكرة المسألة اللي بعدها اللي راح تكون عندنا بنوزع الأس إكس قوة ثلاثة على اثنين قوة ثلاثة اللي بيساوي إكس تكعيب اثنين تكعيب اللي راح تساوي عندنا ثمانية فالإجابة راح تكون إكس تكعيب على ثمانية أوكي نشوف الآن فكرة ثانية مثلا نفس الطريقة هنا بنوزع الأس اللي بيصير عندنا إكس تربيع الكل تربيع على أربعة الكل تربيع إكس تربيع تربيع بصير إكس قوة أربعة أربعة تربيع اللي هي عشر طبعا ليش قوة أربعة لأن الأسس المرفوعة تضرب هنا بنفس الطريقة بنوزع الأس على البسط وعلى المقام بصير إكس تكعيب قوة خمسة على واي تربيع قوة خمسة والاسس المرفوعه تضرب يعني بتصير هاي اكس قوه 3 في 5 اللي هي 15 واي تربيع قوه 5 اللي بتصير واي قوه ايش؟ 10 هاي بتصير عندنا واي قوه 10 الان بيسالنا عن فكره مهمه تذكروا انا حكيت بالاول عن هاي الخاصيه ان الاسس توزع فقط على الضرب والقسمه طب جمع وطرح يا استاذ بصير اوزع يعني كثير من الطلاب وخصوصا طلاب العلم بيستعجلوا بيستعجلوا بالحكم يعني بيجي الطالب يقول لنا اكس تربيع زائد أربعة الكل تربيع بوزع الأسس بصير اكس قوه أربعة زائد 16 هذا الكلام غير صحيح دير بالك الاسس لا توزع على عمليات الجمع والطرح اذا هذه العباره ايش مالها؟ خاطئه هاي العباره خطا الاسس لا توزع على الجمع تمام وتحت برضه الاسس لا توزع الطرح، اذا هذه العباره ايضا خاطئه، دير بالك، وانا بيسالنا في السؤال هل العباره صحيحه لا هذه العباره خاطئه لان الاسس لا توزع على الطرح يعني كثير طلاب احنا بنشوفهم احنا بنشوف نتعلم من اخطاء غيرنا لقى طالب بعد كل هالتعب هذا كله يهرب ويغلط بغلطة بسيطة زي هاي لما نقول اكس ناقص خمسة الكل تربيع يروح يربع الاكس بقولنا اكس تربيع وربع الخمسة خمسة تربيع خمسة وعشان. هذا الكلام غير صحيح هذا غير صحيح هذا الكلام خطأ دير بالك ما بصير نوزع الاس على عمليات الطرح او على عمليات الجمع. اذا هون شغله من الاشياء اللي انت لازم تنتبه لها كويس. نشوف الان الجذور وهي مكمله للاسس، اتذكر انه الجذر هو عباره عن صوره اس كسري. الجذر هو اصلا عباره عن اس. يقول الطالب صورة الجذر إذا أنت مش عارف تتعامل معها حولها من صورة جذر الى أسس، اللي جوا على برة. X. N X قوة M. اللي برا اكس الجذر الان لاكس قوه ام اللي جوا على اللي برا اللي جوا على اللي برا ذكر ام على ان اللي في الداخل على اللي في الخارج يعني بقدر احول اي صوره جذر الى صوره اسس يعني انا هون هاي جذر 25 نقدر نحسبها ممكن الطلاب يكونوا حافظينها جذر 25 5 جذر 16 اللي هي 4 وجذر ال 9 اللي هي 3 و4 زائد 3 اللي هي راح تساوي عندي 7 جذر ال81 اللي راح تكون عندنا 9 وجذر ال100 اللي هي 10 اذا يعني 9 على 10 جذر ال36 اللي راح تساوي 6 وجذر ال25 اللي راح تساوي 5 و6 في 5 اللي هي 30 تسعة قوة ثلاثة على اثنين كيف بدنا نحسبها والله يا شوف الافضل انه انت ترجع هاي الى صورة الجذر احنا بننصح الطلاب دائما رجع الى صورة الجذر تسعة المقام بصير برا والبسط بصير جوا وهذه القاعدة تقدر تحسب جذر التسعة الكل تكيد كم جذر التسعة؟ اللي هي ثلاثة الكل تكعيب واللي ايش بتساوي عندنا؟ 27 أنا عملتها هون شوي بالتفصيل بس لقدام في المادة بدنا نحاول نطبقها بشكل سريع طلعوا هاي المسألة فيها شوية ترتيبات أه فيها شوية ترتيبات أول شغلة بدنا ان لانه اس سالب بده ينزل للمقام 1 على 27 اوكي 27 قوه 2 على 3 واللي راح يساوي 1 على الجذر التكعيبي ل 27 تربيع اللي راح يساوي 1 على جذر 27 الجذر التكعيبي ل 27 تربيع الجذر التكعيبي لل 27 ثلاثة تربيع وتساوي الإجابة واحد على تسعة شوف كيف تسلسل بس تسلسل تمشي كيف الخطوات تخيل أنه هذه هي العملية الحسابية اللي بعض المدرسين أحيانا في المدرسة بيعطيك إياها بشكل مباشر كيف وصل لهون الطالب أحيانا بيضيع حاول أنت إيش درب حالك ببطء بالأول على العملية الحسابية عشان تعرف أستاذك كيف وصل للناتج طيب يلا جذر الخمسة على خمسة هاي الشغلة بدي اكون بس تنتبهوا هنا خليني امسح اللي فوق عشان نقدر ناخذ راحتنا في التعامل مع جذر خمسة على خمسة جذر خمسة بقدر اكتبها ايش عبارة عن خمسة قوة نص اللي جوا على اللي برا وهاي خمسة واعتبر اذا ما في عليها اس واحد خمسة قوة واحد الاسس في حالة القسمة تطرح خمسة قوة نص على خمسة قوة واحد الأسس في حالة القسمة تطرح شو بيصير عندنا خمسة قوة نص ناقص واحد وتساوي خمسة قوة واحد ناقص نص بدك توحد مقاماتهم اللي بيطلع عندي جوابها سالب نص يعني ممكن انك تبسطها ابسط من هيك اللي راح تساوي واحد على الجذر التربيعي لخمسه او السالب نزلنا تحت وبعدين رجعنا للجذر أي واحد من هاي الأشياء وأيضا بإمكان نعمل هذا الكلام على المسألة اللي وراها هاي راحين نكتبها بالصورة التالية أيوة ثلاثة على جذر الثلاثة اللي راحين نكتبها بالصورة التالية ثلاثة على ثلاثة قوة نص حولنا اللي جوا على اللي برا وقلنا الجذر لما ما يكون في عدد يعتبر اثنين والأسس في حالة القسمة تطرح اللي راح تساوي ثلاثة قوة واحد ناقص نص بس نوحد مقاماتها ونطلعها اللي بيصير ثلاثة قوة نص واللي ايش بتساوي النهاية جذر الثلاثة جذر الثلاثة هنا في عنا معلومة مهمة جدا بدي اياك تعرفها بخصوص هالمقدار هذا وهذا المقدار. نفتح صفحة جديدة نشرح لكم اياها لحالي، اوكي؟ اوكي. اوكي. أوكي. طلع عندي هون المعلومه كما يلي جذر ايه على ب على ايه دائما هاي بتساوي ممكن ان نحلها بالطريقه التاليه جذر الايه A وايه -A عباره عن جذر الايه في جذر الايه فبقدر اختصر جذر الايه مع جذر الايه فبصير عندنا واحد على جذر الايه يعني بقدر اكتب جذر السبعة على سبعة مباشرة هي نفس هي تساوي واحد على جذر السبعة جذر العشرة على عشرة هي نفس هي تساوي واحد على جذر العشرة بإمكاننا برضه نأخذ العكس إنه لو كان عندي a على جذر a بقدر أكتبها عبارة عن جذر a في جذر a على جذر الايه. باختصر وبظل عندي الجواب ايش هو؟ جذر الايه. بامكاني اختصر هنا فبالتالي انا لما بشوف خمسه على جذر الخمسة، بقدر احط الجواب مباشره ايش بيساوي جذر الخمسه. بيستخدمونها ايضا عمليه اسمها عمليه انطاق المقام او التخلص من الجذر سواء كان موجود في البسط او موجود في المقام. هذه الامور اللي احنا بحاجه ان نعرفها بخصوص الاسس والجذور قوانين مراجعه بسيطه للاشياء اللي مرت معك بس ان شاء الله راح نتوسع فيها اكثر في مادتنا كل شغله يعني وين ما بنستخدمها ان شاء الله راح نعيد ذكرها لغايه اليوم بنعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله في حصه قادمه السلام عليكم